بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني ومتابعي الكرام أينما كنتم. حبيت أكلمكم في هذا الفيديو أيضا عن بعض القوانين الجديدة التي سنعملها في القناة إن شاء الله. فيعني بعض الإنسان لابد أن يأخذ فترة من التفكير والاستراحة في حياته كي يتعلم ويعلم. وكما تعلمون إخواني الكرام، ما خاب من استخار وما ندم من استشار، أو نعكسها فكلاهما ينطبق. فأردت أن أعلمكم ببعض القوانين الجديدة التي سنعملها في القناة حتى لا أكون أنا مقصر، أو يقول عني بعض الناس أنه جاحد فيه، يعني عنده علم ويجحد به عن الناس، أو لا يريد الخير للناس، وردا عن بعض الحاسدين يعني الباغضين لهذه القناة، والذين قال قرأت كل التعليقات، قرأتها في الفيديو الأخير، قرأتها كلها ما عدا واحدة، لا يعني لا أريد ذكر اسمها، يعني للأسف ضعيفة نفس، فقالت كلام غير جيد. ربي سامحها وربي يغفر لها، فالجاهل لا تأخذ عليه. أنا متأكد أنها لم تسمع الفيديو للآخر لأنها مباشرة هاجمت، لا علينا فيها. إذا جئتكم ببشارة طيبة إن شاء الله. وماذا سنفعل في المستقبل بإذن الله؟ هذه القناة ستبقى تعليمية لأني أنا أرى أنها مستهدفة، ستبقى تعليمية، يعني تنزيل الفيديوهات فيها بشكل مستمر. عندنا قناة الأحلام أو تفسير الأحلام عفوا بالكتاب والسنة، قناة ثانية فيها تقريبا 35 ألف مشترك، يعني رقم طيب جدا، يعني لا تفرق بين 90 ألف وال 35 ألف، يعني نفس المشاهدين تقريبا، الألف والألفين سيكونوا معك في البثوث. هذه القناة الثانية تفسير الأحلام بالكتاب والسنة أنا أحس أن العمل فيها أفضل، يعني أحس براحة فيها، يعني كل عتبة تنادي على صاحبها. فهذه القناة الثانية سنخصصها للبثوث المباشرة، متى تيسر لي سأعمل لكم بث مباشر. مبدئيا المقرر أننا سنعمل فيها 4 ساعات كل أسبوع، كل يعني بث يدوم ساعتين، يعني كل بث يدوم ساعتين، وهذه القناة ستبقى تعليمية. بالنسبة لخدمة الواتساب ليست إجبارية، هو فضل وليس أمرا. أعطيتكم كل التفاصيل، ربما فيكم من لا يفهم التفاصيل، سأشرحها. يعني في اشتراك شهري وفي اشتراك سنوي. يعني تقول لي أن تفسير الأحلام بعض الناس يقول أنه لا يجوز، لا يا أخي، يجوز أن تأخذ مقابلا عليه، فالحجام الذي يحجم لك يأخذ مقابل، فالطبيب الذي يداويك يأخذ مقابل، فالمحامي الذي سيترافع عنك يأخذ مقابل، لأن هذا هو شغله. لو كان عندي أنا مصدر رزق غير هذا الرزق ما كنت يعني عملت بثوث مباشرة، وما كنت اشتغلت أصلا، وكنت أساعد الناس لوجه الله. البشارة أين ستكون إخواني الكرام؟ أن هذا الواتساب في رقم سيكون إن شاء الله خاص للفقراء والذين ليس لهم مال، يعني مرة في الأسبوع أو مرة في يعني في الأسبوعين أفتح هذا الرقم يعني لمدة ساعتين، وأجيب كل من ترك رسالة بإذن الله. يعني أنا أعرف سأجد آلاف مؤلفة على هذا الرقم، لكن إن شاء الله سأجيب بإذن الله، أجد الرسائل وأجيب عليها يعني عشوائيا. يعني نأخذ لنا مثلا في عندنا 1000 رؤية، نحاول أن نفسر 300 200، يعني ساعتين من عندي أنا هدية لكم إن شاء الله إخواني الكرام. هذا ما أستطيع أن أفعله. تقول البعض يريد أن أشرح وأبسط الأمر للناس. أخي الكريم وأختي الكريمة، أنا حتى أفسر لك رؤيتك لابد أن أبقى في البيت، وبقائي في البيت على حساب عملي ورزقي وأهلي، فيجب أن نتفهم هذه الظروف جيدا. يقول لك ليش لا تشتغل لوجه الله؟ يا أخي أنت ترى نفسك تعيش في دولة غنية، فلا تقارن نفسك بغيرك. فنحن نعيش في مكان إذا لا تشتغل لا تأكل، إذا تمرض وليس لك فلوس تموت، هذا هو قانون الغابة الجديد الذي نعيش فيه. فنرجو أن نكون متفهمين لهذه الوضعية. إذا هذه القناة ستكون فيها فيديوهات تعليمية، فيديوهات للشفاء، فيديوهات لتفسير الرؤى الحديثة، الرموز الحديثة، ستكون يعني كما نقول موسوعة ترجعون إليها إذا يعني تعثر عليكم فك شفرة بإذن الله. وكل ما عندي سأفيدكم به بإذن الله. القناة الثانية تكون خاصة بالبثوث المباشرة، يعني نجد فيها راحة وسكينة، يعني تقريبا ساعتين يعني متتالية تكفي أن نجيب أكثر نسبة من الناس. القانون الجديد الآخر أني عندما أسألك تتأخر عني في الرد، أخي أمر وأتركك لأن في غيرك ينتظر. فكما أنا يعني أحرص عليك أنت أيضا احرص على عملي. كيف؟
بعض الناس عندما يظن أنك تعاملهم بطيبة فيظنون أنك محتاج إليهم، وبعض الناس عندما تتكلم من قلبك وبحقيقة يظنون أنك طماع وتريد المال وغيره. فأريد أن أجيب بعض الناس الذين يقولون أننا طماعين وكذا. لو أنا طماع كنت اشتغلت في قناة الرياكشن باستمرار، لو أنا أريد مالا كنت أعمل لكم روت وأعمل لكم كذا ودجل ومن هنا ومن هنا وتصدقون. ألعاب الخفة سهلة جدا، والله العالم، لكن جزائي عند ربي سيكون عسيرا. فأنا لا أريد حرث الدنيا، أريد أن أعيش دنيا مرتاح وآخرة مطمئن، ولا أريد أن تمسني النار. إذا إخواني الكرام، هذا هو القانون الجديد، أتمنى أن تكون بشارة لكم جميعا. في القريب العاجل سأعود إلى القناة الثانية، هذه القناة تفسيرات إن شاء الله بإذن الله السميع العليم، رموز كلها، سأعطيكم كل الرموز إن شاء الله حديثة وجديدة. المهم أنتم أعينوني في تعليقاتكم ببعض الأشياء التي تريدون، لا يعني لا تنظر إلى نفسك، قل لي مثلا اقتراح أني ما معنى مثلا الآجر، ما معنى مثلا كيبل أرى كيبل الضوء مثلا، ما معنى عمود الكهرباء، ما معنى مثلا الفيبا التي يدخنون، مثل أشياء مثل هذه، أشياء غريبة وأنا أفسرها بتفصيل إن شاء الله، سيكون مرجعا وكأنه كتاب مرئي، والله المستعان. أتمنى أن يكون هذا الخبر يعني جيد لكم إن شاء الله، لأني صراحة لما قرأت التعليقات تأثرت إلى حد البكاء، مع أني لا أبكي، مع أني لو يموت لي شخص عزيز عني لا أبكي، لأني أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن لما قرأت تعليقات المحبين تأثرت كثيرا، ولا أستطيع أن أترككم حتى ولو رزقني الله بمال قارون، لا قدر الله لا أريد، لكن لو رزقني لن أترككم ولن أتخلى عنكم بإذن الله، والله ولي التوفيق، ادعوا لي وادعوا لكم، وإن شاء الله يعني ممكن من الغد نبدأ في عملنا ونبدأ في البشارات الطيبة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.